قاعدين نشوفوا المحامين التوانسه معناتها غادي يقول طبعا ذلك على خلفيه التطورات الاخيره اللي شهدتها دار المحامي وايضا استهداف عدد من الزملاء نتاعهم اليوم كما قاعدين نشوفوا من امام دار المحامي وايضا المحكمه الابتدائيه في مدينه العاصمه غضب التحركات الاحتجاجيه واضراب عام وطني يبدو فيه المحامي. المحامين غضبانين اليوم للخروقات الاجرائيه اللي صارت على اساس ان تونس دوله قانون وتحترم قانون. بعد 10 سنين و13 سنه ملي اكتسبنا المكتسبات هذيا وخذيناها وفكيناها بيدينا، اليوم نلقاو رواحنا في مخالفه الدستور، في مخالفه التشريع المعمول بها، في مخالفه الاجراءات القانونيه اللي لازم الدوله هي تحترمها والسلطه التنفيذيه هي اللي تعمل بها. اليوم نحن سبب الغضب مخالفه الاجراءات والشذ بينا في معركه خاطئه من قبل السلطات المعنيه. مرسوم المحاماه لسنه 2011 في الارتيكل في الفصل 46 منه ينظم التدخلات الامنيه على اي محامي والمتابعه القضائيه لاي محامي. اليوم نحن الاستاذ مهدي زقروبه نلقاوه مسحول ومعنف وتحت وطأة التعذيب، كسور على مستوى الكتف وعلى مستوى الصدر، جروح على جسمه الكل. هذا شنو؟ لانه الفرقه الثانيه للحرس الوطني بالعوينه تتدخل في دار المحامي بدون اذن قضائي، بدون اذن قضائي، تشهر اسلحتها على الاساتذه اللي كانوا موجودين امام دار المحامي اللي منعنا من التصوير، تقوم بخطف صحافي مع الاستاذ مهدي زقروبه بعد سحلوا امامنا وفاش طلعوا في نقل ريفي. هذه الفرقه الثانيه اللي قامت بتدخل سافر، تدخل وحشي في مخالفه القانون. نحن لسنا فوق القانون، نحن راس صمام امان لحمايه الاجراءات وحسن تطبيق القانون، لكن انت تجي صمام الامان وتعاملوا بالطريقه هذه، هذا محامي عنده اجراءات خاصه، فما بالك انت المواطن؟ يعني نحن ندافع عن 13 فصل مكرر اللي هو يعتبر مكسب في مجله الاجراءات الجزائيه، نلقاو رواحنا مسحولين ومخالفين لقانون الفصل 46 من مرسوم 2011 المنظم لامانه المحامين. نحن اليوم في عركه كبيره، في عركه نتاع مكاسب بعد الثوره في دوله تحترم القانون تقوم بمفحشه القانون في دار المحامي. انه تم الاعتداء على المحامين ككل، ليس على زميل مهدي زقروبه فقط اللي هو يعتبر اسد وصيد، هو لا يتبع اي حزب. نحن الكل اللي تشوفوا فينا ما عندنا حتى ميول وحتى انتقامات لاي حزب من الاحزاب، نحن واقفين لصوره المحامي، لكرم المحامي، كرامه المحامي اللي هي تعتبر صوره عن كرامه المواطن، معناتها يستباح بنا كمحامين فيستباح بالمواطن العادي. نحن سيد الرئيس خيس سعيد هو استاذي على مده 5 سنوات، نعرفوه معرفه شخصيه، انسان مستقيم. انا نقعد باته كيفاش وصلنا للمواصله هذيا؟ ما نعرفش، ما وصلولوش الصوره كما هي. المحامي يرى انه وزاره الداخليه هي اللي قاعده تتحكم في البلاد. اللي صار البارح فضيحه، فضيحه بكل معنى المقاييس في الاجراءات. حبوا يغموا الاعتداء الفاحش اللي صار على الاستاذ مهدي زقروبه، ما حبوش يبعثوا له طبيب هوني، قال شنو ما نجمش يتبع القضيه نظرا لظروف امنيه. شنو هي الظروف الامنيه؟ هذا كله اسباب. رئيس الفرع نتاعنا العميد نتاعنا يقع يتصل راسا قداش من اتصال معاين من بالعدل المنفذ برئيسة المحكمه بالوكيل النيابه، كلهم ما يحبوش يهزوا تليفونات، خايفين، الله اعلم، متواطئين. هذايا فريمون نحن توا في قانون الغاب، دوله يتحكم فينا البوليس، قداش من تجربه صارت، المحامي يعتديوا عليه، نلموها الحكايه، من شكون يعتديوا عليه؟ من البوليسيه، يعتدي علينا ونسكتوا ويتقفل الموضوع، معناتها نغموا الموضوع وما يقعش المحاسبه لا جزائيا لا تاديبيا لا اداريا لا في التفقديه نتاعو، بالعكس راو يهبطوا قوافل مدرعات
يحصروا المحاكم باش هذايا الزميل نتاعهم البوليس ما يتحاسبش، في حين في اول تجربه او تجرب معناتها متكرره بالمحامين يقع الاعتداء عليهم وسحلهم، ما نلقاوش نفس اليد الحمراء اللي باش يتحاسب بها هكا البوليس هذاك. الحكايه هذايا ما عادش لان تمر مرور الكرام، ما عادش تمر، هذايا فضيحه اللي صار البارح، فضيحه. نحن المحامين مستقلين، لا بلوبار نتاع المحامين مستقلين، ما ندخلوش في عركات نتاع احزاب. سيد الرئيس المحامي اللي تم سحله وتعذيبه هذا محامي لا ما عندوش لا انتماءات ولا، والصوره والاعتداء الفاحش اللي صار على المحامات ما ندخلوش فيها احزاب، كل واحد يتحاسب وحده. امتصاص غضب المحامين اليوم وايضا رد اعتبار المحامي، كيفاش ينجم يكون؟ الامتصاص انه يتبنى راسا السيد الرئيس قيس سعيد، يتبنى راسا وزيره العدل، تتبنى راسا يهبطوا معناتها سيغ تيغان، يقابلوا يسمحوا بالعميد نتاعنا باش معناتها يتقابلوا مع الهياكل نتاعنا، فما حوار فما اجراءات. نحن نحكيو على معناتها اختراقات، اختراق في الاجراءات. يعني تطالبون بحوار مع السلطات المعنيه، نحكيو على وزيره العدل ورئيس الجمهوريه؟ مش نطالبوا، نحن نراجعوا الهياكل نتاعنا، ما فما حتى نقطه حوار، قلت لك التليفونات ما تهزتش، ما فما حتى شيء. امتصاص الغضب هذا يكون بتقديم الفرق الامنيه اللي اعتديت على الزميل مهدي مزقروبه وعرضها للمساءله والمحاسبه الجزائيه، ورفع الكاكول اللي دخلوا بهم لدار المحامي وسحلوا زميلنا ووصلوه للانعاش. من بعد نحن تو نحكيو كيفاش بوادر صلحيه ولا كيفاش باش نتموا. المحاماه راهي 120 سنه ماهيش وليده اليوم، المحاماه التونسيه عندها 120 سنه، اكثر من اول زعيم واول رئيس في الجمهوريه التونسيه وبني الدوله الحديثه هو محامي الزعيم حبيب بورقيبه. المحاماه راهي لن تسحل ولن تخضع ولن تلوى في راحه، ونحن ما نكونوا ما نرتاحوا شويه الا الفرق الامنيه اللي خطفت الصحافي وقامت بفسخ الفيديوهات والصور نتاع الاعتداءات اللي صارت بدار المحامي وقت سحل مهدي زقروبه وتعذيبه، الفرق الامنيه كلها تكون متواجده ويتم عرضها على النيابه ويتم تتبعها جزائيا. بالنسبه للاجراءات ولا للتصعيد فنحن ملتفين حول هياكلنا وسنخضع لكل ما تراه الهياكل صحيحا وموجبا.